تفاصيل جديدة وخطيرة نشرها العراق حول هجوم وأحدى الهجمات الإيرانية التي تمت على الداخل العراقي مؤخرا، وهذه التفاصيل كلها صدرت من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي يرأسها السيد حاكم الزاملي. وهذه القضية وهذه النتائج للتحقيقات، وهذه اللجنة أساسا شكلت على أساس الضربات الصاروخية البالستية الإيرانية التي تمت على هذا المنزل على سبيل المثال بطبعا صواريخ ليست بالقليلة، نتحدث على صواريخ سقطت فقط على هذا المنزل بسبعة صواريخ بحسب التحليلات التي نشرتها طبعا The Intel Lab، وكانت هنالك صواريخ أيضا إضافية سقطت في منطقة أخرى، كلها تمت الشهر الماضي، وظلت هنالك الكثير من الأمور والحقائق الغير واضحة التي جاءت بها لجنة تقصي الحقائق. إيران قالت بأن هذه عبارة عن مقرات للموساد هي التي استهدفت، ولكن القصة الآن أصبحت مختلفة. هذا المنزل الذي تحدثنا عنه هو تابع إلى رجل الأعمال العراقي الكردي الشيخ باز رؤوف كريم، وهو المدير التنفيذي لمجموعة كار المهتمة طبعا بشكل أساسي في استثمارات الطاقة المهمة للغاية بكل تأكيد. وهذه طبعا وهذا التقرير الذي جاء من لجنة تقصي الحقائق هو جاء بعدد من الصفحات، هذه هي الصفحة الأولى، وسنرى هذا التقرير المهم يطرح مباشرة في أول جلسة في البرلمان العراقي بعد نهاية عيد أو بعد نهاية طبعا عيد الفطر المبارك. وهنالك أطراف مهمة جدا موجودة في هذا التقرير يجب أن ننتبه إليه طبعا وننتبه إليهم، الأطراف الموجودة من رئيس كتلة دولة القانون، رئيس كتلة الفتح، رئيس كتلة الاتحاد الوطني، وكذلك رئيس تحالف السياسي، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب، وأيضا طبعا نتحدث عن السيد حاكم الزاملي بكل تأكيد. هذه الأطراف جميعها وقعت بالتمام والكمال على النتائج التي صدرت من هذا التقرير المهم والذي انتظره الكثيرون بفارغ الصبر. النتائج التي جاء بها هذا التقرير هي باختصار شديد جدا بأن اللجنة أكدت بأنها اجتمعت لمدة 6 مرات وقامت بزيارة المواقع التي تم استهدافها، وطبعا من أهم المواقع التي ذهبت إليها هي منزل الشيخ باز رؤوف كريم الذي جاءت عليه الكثير من الاتهامات بوجود طبعا خبراء أمنيين. وبعد هذه التحقيقات وجدوا ببساطة بأنه ليس هنالك شيئا غير مدنيا، وكذلك ليس هنالك شيئا عسكريا أو استخباريا أو تجسسيا أو سياسيا بأي شكل من الأشكال. وبها على هذا الأساس فإن هذه المواقع التي ضربت هي عبارة عن مواقع مدنية. كذلك هذه اللجنة وهذا التقرير كشف أيضا بأن اللجنة قامت بلقاءات مع عدد من المسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وتوصلوا إلى نتيجة من هؤلاء المسؤولين بأن إيران أساسا لم تبلغ إقليم كردستان ولم تبلغ الحكومة العراقية كما ادعت هي عن مسألة مقرات الموساد او المقرات الإسرائيلية، لان ايران قالت باننا ابلغنا الحكومة العراقية، ابلغنا اقليم كردستان عن هذه المقرات، لم يتصرفوا وبالتالي قصفنا بالصواريخ البالستية هذه المقرات وحذروا اسرائيل. لكن الامر الان مختلف وبان هذا الامر غير صحيح بحسب هذه التفسيرات التي جاءت وجاءت بنتيجة من لجنة تقصي الحقائق، بالاضافة انهم اكدوا ان القصة الإيرانية غير صحيحة ابدا. على هذا الاساس فإن هذا التقرير الذي نتحدث عنه هو تقرير يأتي متطابقا تماما مع التقرير الصادر من الحكومة العراقية، مع التقرير الصادر من حكومة إقليم كردستان، متطابقة تماما كلها بنفس القصة وبنفس الرواية وبنفس التفاصيل عن مسألة مقرات الموساد أو المقرات الإسرائيلية التي هي لا وجود لها أساسا. وبالتالي أصبحت إيران هنا وحيدة في قصتها، وأن لديها مشكلة أنها لم تقدم أي أدلة حول ما ادعته في مسألة المقرات الإسرائيلية، وبالتالي نحن أصبحنا فعلا أمام واقع حال وأصبحنا أمام قصة حقيقية، وأصبحت القصة واضحة أن كل هذا الأمر وكل ما قامت به إيران هو مسألة مرتبطة بالغاز، مرتبطة بهذه القضية المهمة التي بدأت تعمل عليها أو يعمل عليها طبعا مجموعة كار التي وقعت عقدا في شهر فبراير الماضي مع تركيا من أجل تصدير الغاز إلى تركيا. وطبعا هذه تعتبر قضية مهمة جدا بالنسبة للعراق، وأن إيران استهدفت هذا الأمر بشكل مباشر، وهذا طبعا ما يؤكد أن المسألة مرتبطة بالغاز، هي ليست فقط التقارير والاجتماعات وهذه
التفاصيل التي تحدثنا عنها، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذا الشهر وبدايته والذي تم فيه، فكان هنالك استهدافا إلى منشأة تكرير النفط هذه التي ترونها، التي تأتي إلى غرب أربيل على مسافة 20 كيلومترا بأربعة صواريخ جراد استهدفوها. طبعا لم تضرب بأي شكل من الأشكال، ولكن الاستهداف كان خطيرا، وكذلك كان هنالك تحركا بالطائرات المسيرة. كشفنا كل تفاصيله الجمعة الماضية. ضبطت القوات الأمنية بحسب مصدر أمني خاص تحصلنا عليه، ضبطوا هاتين الطائرتين المسيرتين في إحدى العجلات، واحدة من العجلات طبعا كانت تحمل هذه الطائرات. وبعد فحص بحسب المصدر الأمني الخاص الذي تحدثنا عنه طبعا، هو اكتشف بأن الطائرات المسيرة كانت موجهة إلى إحدى منشآت تكرير النفط الموجودة في شمال العراق، وبالتالي نحن نتحدث قد تكون هذه الطائرات كانت متوجهة على هذه المنشأة بشكل مباشر، وهذه المنشأة هي تابعة إلى مجموعة كار التي مديرها التنفيذي هو الشيخ باز رؤوف كريم، وبالتالي الاستهداف للطاقة واضح جدا. كذلك إيران تعاني على مستوى المفاوضات النووية بشكل خطير للغاية. كانت هنالك أنباء اليوم قادمة من مسؤول إسرائيلي إلى إسرائيل هيوم، وقال الآتي: إن احتمال توقيع الطرفين، يقصد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، على اتفاق في المستقبل المنظور يتضاءل بمعدل قياسي. وهذا الأمر أساسا أكده أحد الصحفيين في قناة كان العبرية أيضا اليوم، وهو أميخاي شتاين، أكد هذه المعلومة بأن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا وصلت إلى نقطة بأن الأمور لن تنجح في المفاوضات النووية، بعدما وصلنا إلى نقطة الحرس الثوري الإيراني الوحيدة المتبقية في هذه المسألة بأنها ستكون سببا خطيرا في الفشل. وهذه الأنباء التي جاءت من أميخاي شتاين وكذلك من هذا المسؤول الإسرائيلي إلى إسرائيل هيوم، هي تأتي متزامنة مع زيارة مهمة لهذا الرجل، وهو إيال هولاتا، وهو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وقام باجتماعات على مستوى الحوار الاستراتيجي، حوار استراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول النشاطات النووية الإيرانية وكذلك نشاطاتها في المنطقة. وهذه كلها تأتي بعد يوم واحد فقط من تقرير صدر قبل 48 ساعة من قبل موقع أكسيوس الأمريكي، الذي أكد بأن إدارة بايدن بدأت تدرس سيناريو فشل المفاوضات النووية بشكل جدي هذه المرة. وبالتالي على هذا الأساس، وعودة إلى الموضوع المهم الذي نركز عليه، فإن إيران الآن أمام مرحلة فشل في المفاوضات النووية، عدم وجود ردع من الحكومة العراقية من هذه الضربات التي قامت بها إيران بالصواريخ البالستية أو غيرها من الضربات والاعتداءات التي قامت بها على الأراضي العراقية. كذلك أن لجنة تقصي الحقائق والتقرير الذي أصدرته كان هنالك علامات تعجب واستفهام بأنها لم ترسل مثلا أو ترفع توصيات للحكومة العراقية حول مسألة تجويل هذه القضية، الشكوى على إيران، لم تطلب هذا الأمر أبدا منها، بل إنها حملتها المسؤولية في عملية الحفاظ على سيادة العراق واكتفت بهذا الأمر. هل ستعوض إيران الشيخ باز رؤوف كريم ومن تعرض إلى الضرر من هذه الصواريخ البالستية؟ هل ستعتذر؟ لا يبدو بأن الأمر هذا واضحا بأي شكل من الأشكال. وبالتالي في ظل هذه الظروف يبدو بأن إيران لن تستهدف فقط قضية الغاز، بل إنها ممكن أن تستهدف أي مشروع يقف ضدها بأي شكل من الأشكال، لأنها تريد الحفاظ على مسائل الغاز المهمة جدا، وهذا المتنفس الموجود في العراق، وأن العراق يجب أن يكون دائما محتاجا إلى الغاز الإيراني، لأنها ممكن جدا مع فشل المفاوضات النووية تتعرض إلى الكثير من الضغط. وما يزيد الطين بلة على العراق هي ليست فقط إيران، ليست فقط التدخلات التي تأتي يمينا وشمالا، بل هي قضية تحرك داعش الجديد. داعش فجأة نشرت له صورا وهو يستهدف عربات تابعة إلى الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية. كما تلاحظون هذه اللقطات هي من تصوير تنظيم داعش الإرهابي إلى هذه الهامرات، وهي تتحرك وهم يستهدفونها على هذا الخط السريع الذي تلاحظونه، والذي هو طبعا قريب من الرطبة بكل تأكيد. وإذا ما ذهبنا إلى لقطة أخرى بهذا الاتجاه فإننا سنلاحظ طبعا هذه لقطة من أنهم كانوا ينزلون ويتحركون من أجل تحقيق حاجز أمني
مؤقت من أجل اصطياد هذه الهمرات التي تحدثنا عنها. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على المنطقة كون أن هذه الصورة واضحة للغاية سنلاحظ بأننا أمام هذا الطريق السريع لكي نعرف أين تتواجد هذه المنطقة. ها هم عناصر تنظيم داعش الإرهابي وهم طبعا يهبطون أو ينزلون إلى هذه المنطقة لكي يقوموا طبعا بعملية خلق هذا الحاجز الأمني بهذا الاتجاه. وكذلك أن هنالك علامات مهمة جدا سنركز عليها بهذا الاتجاه مع وجود طبعا الصحراء والمناطق المفتوحة بهذين الاتجاهين. دعونا نقترب من هذه النقطة فقط لنأخذ عددا من العلامات من هذه النباتات الصحراوية الموجودة بهذا الاتجاه. سنلاحظ بأننا أمام تشكيلة معينة مميزة بهذا الشكل ستساعدنا بمعرفة الموقع بهذا الشكل الهلالي الذي ترونه. وبالتالي مع الأخذ بهذه الطرق أو الطريقة السريعة الذي تحدثنا عنه باتجاهي ذهابا وإيابا وكذلك المنطقة الصحراوية بهذه الاتجاهات وتوجهنا إلى القمر الصناعي لكي نعرف أين هذه النقطة بالضبط التي شكل فيها تنظيم داعش الإرهابي هذه النقطة الأمنية. سنهبط بالقمر الصناعي طبعا مباشرة إلى مدينة الرطبة. هذه هي مدينة الرطبة إلى شمال غربها بهذا الاتجاه على مسافة 4.8 كيلومتر. سنهبط إلى هذه المنطقة لنلتف قليلا لنجد هذه العلامات فعلا بأننا أمامها بكل تأكيد. ولنقترب من هذه المنطقة قليلا أيضا سنلاحظ بأننا أمام فعلا العلامات وهي واضحة بالنسبة إلينا مما جرى. هذه العلامات طبعا هذا هو الطريق الذي ترونه الذي تحدثنا عنه بكل تأكيد بالنسبة للطريق السريع. هذه هي المنطقة الصحراوية وهذه هي النباتات الصحراوية التي طبعا تأتي بهذا الشكل الهلالي المميز. وبالتالي فعلا نحن بهذه النقطة قد استطعنا من الوصول إلى ما نريد الوصول إليه. وعلى هذا الأساس دعونا نبتعد قليلا الآن فقط لنرى هذه المنطقة بشكل واضح. وبالتالي عندما ننظر إلى هذه المنطقة بهذه الطريقة بأخذ هذه العلامات بأخذ هذا الطريق السريع الذي تحدثنا عنه وكذلك بأخذ حقيقة أن هذه المنطقة الصحراوية هي كلها مفتوحة كما تحدثنا، فهذا يعني بأن تنظيم داعش الإرهابي فعلا كان موجودا بهذه النقطة تقريبا وهو يشكل الحاجز الأمني الذي تحدثنا عنه. على هذا الأساس حتى المصور كان يقف بهذا الاتجاه وهو يصور هذه المنطقة التي نتحدث عنها. وبالتالي دعونا نبتعد قليلا من القمر الصناعي لنرى هذه المنطقة بشكل أوضح ونعرف لماذا أن هنالك عمليات عسكرية مهمة جدا تجري في هذه المنطقة وأن داعش أيضا مستنفر في الدفاع عن نفسه. طبعا هذه هي الرطبة التي تحدثنا عنها ويوضح بأن داعش طبعا القريب جدا من الحدود مع الأردن بهذا الاتجاه والموجود بهذه المساحات الصحراوية هو موجود، هو خطر، هو ممكن أن يكون مؤثرا مع ظهور وبروز كل هذه التحديات. هذا يعني بأن على عملية الإرادة الصليبة أن تنجح ويجب أن تنجح وستنجح بكل تأكيد لأن العراق قد تقدم في هذه المسألة، لكن يظل تنظيم داعش خطرا كبيرا في هذه المسألة.